مرحبا مشاهدينا مع جديد أخبار المسلسلات التركية. أكثر من 1,000,000 مشاهد نال الإعلان الترويجي للدراما التلفزيونية الجديدة عمر بطولة جوكتشي بهدر وصلاح الدين بشالي على أكثر من 1,000,000 مشاهد عبر منصة تويتر، وكانت الردود بين المتشوق للمسلسل والرافض لفكرة القصة لكون أن المغزى من سيناريو المسلسل هو لإثارة الجدل، والذي ينص على قصة حب بين مؤذن متحفظ وفتاة متحررة، مع العلم بأن هذه الضجة لم تحدث كثيرا عندما عرض في الماضي مسلسل يحمل نفس الفكرة وهو مسلسل شارع السلام. Daha önce hiç öyle ortamlara katılmadım. Ortammış tövbe tövbe. Hadi Ayşe Sultan. Yeter. شهرة الممثل أكين هي سبب نجاح مسلسل الفخ في الخارج، ولحسن حظ مسلسل الفخ هنالك 3 دول من حول العالم قاموا بشراء حقوق عرض مسلسل الفخ، ذلك ولشهرة الممثل أكين أكينوزو في تلك الدول، وهذا يأتي على حسب تصريح شركة انترميديا والتي تولت مهمة بيع حقوق المسلسل عالميا، وهذا قد يضمن استمرار المسلسل في تركيا. ومع جديد مسلسل رسالة الوداع بطولة ربيعة سيتورك وامريكي ويلجيم ونورغول تشيلتشاي وسليم بايرقدار، انضم إلى الطاقم الممثلة هزار موتان لتجسد دور شخصية تدعى لانور، وهي الابنة الكبرى للممثلة نورغول تشيلتشاي وشقيقة الممثلة ربيعة سيتورك في سياق الحدث الدرامي للمسلسل. وانضم أيضا الممثل كريم ألب قبول مجسدا لدور سلجوق، وهو شقيق الممثل امريكي ويلجيم في المسلسل. يذكر أن هذه الدراما الجديدة ستعرض في شهر فبراير من العام الجديد. وعن الدراما العسكرية التي سوف تبدأ قريبا على قناة تيريتي بير، وهو آل سانجاك بطولة أورغونيش وجلسيم علي، انضمت مؤخرا إلى الطاقم الممثلة سيبال أيتان. وفي مسلسل سباهي انضمت إلى الطاقم الممثلة إيجي ديزار، بالرغم من أن المسلسل لم يحقق نسب المشاهدة المطلوبة للاستمرار على الشاشة. الممثلة بيلين كرهان ترفض مسلسل التفاحة الممنوعة. قدم للممثلة بيلين كرهان عرض للانضمام إلى طاقم مسلسل التفاحة الممنوعة لتجسد دور جوليا، وهي الزوجة السابقة لشخصية دوان، ولكن رفضت الممثلة بيلين الدور لأنها لا تفضل الانشغال بمسلسلين في آن واحد، حيث أنها حاليا تصور للدراما الرقمية الشبكة، وتم اختيار الممثلة نهير أردوان بدلا من الممثلة بيلين كرهان للانضمام إلى مسلسل التفاح الممنوعة. انسحاب ممثلة من مسلسل لتأتي الحياة كما تشاء. ومع الأحداث المقبلة من مسلسل لتأتي الحياة كما تشاء ودخولهم في فصل جديد من الأحداث، قررت الممثلة أزلام توراي الانسحاب من المسلسل. يذكر سبق وأن عبرت بطلة المسلسل وهي الممثلة ديفرم أوسكان عن سعادتها لحصول المسلسل على نسب مشاهدة عالية تسمح لهم باستمرار أكثر على شاشة التلفاز. وها هم جديد أبطال مسلسل شراب التوت من كواليس مسلسلهم.
الممثلة سينام تفضل المسرح على التلفاز. أكدت الممثلة سينام أوسلو بأنها قريبا جدا سوف تعود من جديد إلى خشبة المسرح، حيث أن الوقوف والأداء على خشبة المسرح له طابع خاص ومميز لا يقارن أبدا بالتلفاز، حيث أن المسلسلات التلفزيونية الآن وبالرغم من الجودة الممتازة التي يتمتع بها، ولكن همهم الأول هو مطاردة والحصول على المركز الأول، وهذا بنظرها يقلل من المستوى الفني للمسلسل، مضيفة بأنه لحسن الحظ وخلال السنوات الأخيرة كثر الاهتمام بالمسرحيات في تركيا. هل الممثل تولغا سريتاش سيعتزل المسلسلات التلفزيونية من بعد مسلسل أبي؟ أفاد الممثل تولغا قبل فترة بتصريح، وهو بقوله بأنه سوف يغيب عن شاشة التلفاز من بعد مسلسل أبي، ولكن أوضح الممثل تولغا بآخر لقاء سريع له مع الصحافة التركية بأنه فهم غلط، وكل ما كان يعنيه هو بأنه سوف يأخذ إجازة لفترة معينة من بعد مسلسل أبي، ومن ثم سيعود من جديد على الشاشة. وهذه آخر صورة للممثل تشاتاي أولوسوي والممثلة إبرو شاهين من كواليس فيلم الرجل المحترم، حيث انتهوا بالكامل من تصوير الفيلم والذي سيتوفر للمشاهدة عبر الإنترنت في منتصف العام المقبل. الممثلة أسليهان جونار تقول: أجزم بأنكم سوف تشاهدون الفيلم 3 مرات. وعند لقاء الصحافة التركية مع الممثلة أسليهان جونار وسؤالهم عن فيلمها الموسيقي مسألة برستيج والمستوحى عن قصة واقعية لفرقة موسيقية، قالت بأنهم انتهوا بالكامل من الفيلم وسيعرض في صالات السينما التركية في اليوم 3 فبراير من العام الجديد، وقالت بأنها متأكدة بأن المشاهدين ستدفعهم الرغبة لمشاهدة الفيلم على الأقل 2 أو 3 مرات، ذلك من بعد أن رأت بأن الفيلم أعجبها وبشدة عندما شاهدت الفيلم مع الطاقم. أما وعن جديد الممثلة دينيز تشاكير فهنالك احتمال وارد على انضمامها لأحد المسلسلات الجديدة والقادمة قريبا على الشاشات التركية. 3 أفلام من بطولة الممثل أنيل ألتان، والذي غاب عن المسلسلات لفترة طويلة من بعد مشاركته في مسلسل حب منطق انتقام، ليعود الآن من جديد في العديد من الأفلام، والفيلم الأول بعنوان 21 مذاق الحب، وتشاركه في البطولة الممثلة بيزا نور متي، وانتهوا بالكامل من تصوير هذا الفيلم، والفيلم الثاني بعنوان روابط الحب، والفيلم الثالث هو بعنوان الأمنية الأخيرة، وسوف تشاركه في البطولة الممثلة جيدة أتش، وجميع أنواع تلك الأفلام هي من نوع الرومانسية.